مساء النور إخوان، كما العادة وجيز وفي نفس المكان. تاريخ يوم الأحد 6 أكتوبر. وتزيد عاك من دابا الإخوان مرة أخرى والحمد لله. أعتقد أن هذا رافد ديال وتزيد ديال زاوية دي حمزة ولا نزالة، يعني زيز باقي ديال اللي تحديدو مسافة طويلة كيضرب على الواد 100 الكيلومترات، بينما زاوية دي حمزة أظن أنه 40 كيلومتر، يعني في ساعة كيوصل للريش زيز الاوسط اللي هو الريش. الاخوان الحمد لله، يا حمولة معتبرة، هذه هي البداية ديالو. مازال الاخوان غادي يوصل ديال التحديد ديال الميلشيل، غادي يكون الوادن ان شاء الله تكون حمولة كبيرة ان شاء الله. يا الحمد لله. كانت امطار قويه في الريش هذا النهار، كان الرعد والبرق. الاخوان الحمد لله. وتزيز الريش البداية ديال وتزيز هي هادي.